نحيي المنتخب الروسي الصديق ونقول له مبروك مبروك روسيا. روسيا النهاردة صعدت دور ربع النهائي دور الثمانية بعد فوزها على إسبانيا. أكيد ما كنتش بتشجع إسبانيا لأنه عندهم لاعب سفاح ملاعب اسمه راموس، راموس اللي ضرب محمد صلاح. فالنهاردة كل الفرحة وكل السعادة أنه راموس النهاردة بيعيط في الملاعب، انه بكى النهارده وعيط، لانه راموس ده هذا السفاح بتاع الملاعب خلانا نبكي على نجمنا العالمي محمد صلاح. فرحان فيك يا راموس. ما يعني منتخب الاسباني كنت بشجعه لحد وقعت هذا السفاح الملاعب، ولكن زي ما بقول لكم النهارده راموس يستحق الخروج من بطوله كاس العالم. اسبانيا النهارده مش هو الفريق اللي ممكن تقول عليه ده ممكن يبقى بطل العالم. اسبانيا طول ما عندهم الولد ده مش هياخدوا اي بطولات تانية. هنقعد ندعي عليهم طول الوقت، هندعي عليه طول الوقت لحد ما ربنا ياخد حقنا منه، ان هو سبب ان محمد صلاح ما زال مصاب. محمد صلاح وكان مؤثر على محمد صلاح في مبارياتنا في كاس العالم، وبالتالي النهارده ربنا بيجيب حق. انا بقول اهو الحق النهارده خروج راموس بيودعوا البطوله بعد فوز المنتخب الروسي، منتخب الروسي الارض الجمهور واللعيبه عندها عزيمه. منتخب الروسي النهارده نازل عنده عزيمه انه يصعد والصعود. طبعا دول اثنين النهارده صعدوا من مجموعتنا، اللي قال لك المجموعه الضعيفه جدا، مجموعه ضعيفه وما كانش فيها واللي فيها ضعاف، طبعا اثنين منها صعدوا، اثنين خرجوا مصر والسعوديه واثنين صعدوا لدور الثمانيه، اوروجواي وروسيا النهارده. فرقة يعني مجموعة كانت قوية، ولكن اللي بيثبت النهاردة على الأرض إن منها اثنين موجودين في دور الثمانية. خلينا نشوف الماتشات الجاية، ولكن زي ما بقول لحضراتكم روسيا في المربع النهاردة في ربع النهائي. الروس النهاردة مش هيناموا، الروس ما كانوش مصدقين ضربات الجزاء طبعا 1-1 ثم ضربات الجزاء، وتصعد روسيا بضربات الجزاء والفوز، وتعود إسبانيا على أول طائرة بكره يرجعوا مدريد. بالسلامه يا راموس، باي باي يا راموس، مع السلامه راموس، شوفك ان شاء الله باذن الله في 2026، يعني لو انت موجود لو انت لسه بتلعب. واعتقد ان دي اخر بطوله لراموس، اخر بطوله مشاركه في كاس العالم، ويمكن ده اللي لا مش هيروحوا 2022، مش هيروحوا، مش هيلعبوا، هيتهزموا. اصل دلوقتي انه 2022 دي في قطر. فراموس طبعا هو مش هو اللي جاب الجول، ده المدافع بتاع روسيا هو اللي جاب الجول في نفسه. ثم ضربه الجزاء بتاعت اسمه ايه ده، وزي اهو رفع ايده ودخل التعادل، ثم بعد ذلك الاهداف اللي هي ضربات الجزاء اللي رجحت كفه المنتخب الروسي الصديق. مبروك الشعب الروسي، مبروك القيصر، مبروك المنتخب، يستحق الفوز اليوم. زي ما بقول لحضرتك ضربات الجزاء اللي ادي حارس الروسي النهارده اعجاز بيقدمه النهارده، وده اللي كان سبب في صعود منتخب بلاده النهارده. هو رجل المباراه اليوم بصد ضربتي جزاء، وتصعد روسيا بعد الفوز على المنتخب الاسباني الذي لا يستحق. وعايز اقول لكم الاسبان خرجوا راموس من عندكم، ربنا هيكرمكم. مصر النهارده تقريبا 90% منها كانت بتشجع روسيا بسبب راموس. 90% من المصريين والعرب معظمهم كانوا بيشجعوا روسيا، يعني بشوف حتى حاجات وتعليقات النهارده كتير جدا بعد الماتش كله فرحان في راموس، كله شمتان في راموس، كله لانه بقول لحضراتكم داخلين كده ايه روسيا. قدامنا عايزين مين؟ عايزين روسيا. ليه؟ عشان الواد ده. الواد ده اللي ضرب محمد صلاح. فالحمد لله مبروك للمنتخب الروسي الصديق. باي باي راموس، مع السلامه. نشوفك ان شاء الله في 2026 لو انت لسه بتلعب في الملاعب. خلاص المفترض انه دي اخر مره ما نشوفش وشك مره ثانيه.